نعم. بس الدعاء اللي بالعشر الاواخر مال الاعتكاف، اللهم انك عفو كريم، ولا بس عفو؟ اللهم انك عفو تحب العفو عفو، ما في كريم. اذا دعا بادعيه اخرى من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم فصح ولا اشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عائشه رضي الله عنها لهذا الدعاء. في عندك شيء اخر؟ نعم يا اخي. تفضل اسالني. قلت له اسئله بعدين يعني. نعم تفضل. على الدعاء اللي قال الاخ انه لانك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم فاعفو عنا. من نضيف بعد في بدني في عافيتي في لا 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 بس هي خلاص. نعم فقط. اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم. اذا سحب الدم رمضان جائز او متى؟ سحب الدم اخذ عينه هذا لا يخطر. يعني المهم عينة يعني مثلا ياخذ من اجل التحريم. ايوه خمس قطع. اما ياخذ تبرع بالدم، التبرع بالدم هذا يضعف البدن ويحتاج الى اكل وشرب. ف اسمع يا شيخ ارتاح. التبرع بالدم خلاص افطر، واذا تاخر منه دم تحليل دم ان شاء الله افضل. واذا ماده تدخل بالدم اذا ادخل له دم عنده فقد دم صار واعطوه دم افضل طبعا، لان هذا اقوى احيانا مغذيه. اكو الماده تدخل تلوين الشرايين يعني عم يتبرعون تلوين الشرايين افضل. نعم ماشي. نعم زكاة الفطر أنا أرسل يعني زكاة الفطر للفقراء الصومال. طيب يقول هل يصح نقل الزكاة من البلد الذي أنا فيه إلى بلد فيه أهلي أو كذا؟ يصح جائز خلاص واحدة هذا الفعل جائز، لكن الأولى أن تتولى إخراج الزكاة بنفسك. فإذا أخرجت بنفسك هذا أحسن، وإذا أرسلت إلى بلد يعني في اهلك او بلد قريب منك وتعلم ان هناك فقراء اعود واقرباء لك، قد تاخذ الاجر مرتين، اجر على اخراج الزكاه واجر على صله الفقراء هؤلاء من اقربائك. مفهوم؟ نعم. يعني قلت في شو اسمه انه الواحد اللي يطلع الزكاه يعني نعم قبل العيد بفتره بسيطه يوم او يومين وقت جواز، ومن صلاة الفجر والعيد الى صلاة العيد هذا افضل وقت. طيب مثلا واحد يرسلها لبلاد اخرى، اذا يرسلها لبلاد اخرى لازم يرسلها بدري شوي على اساس تصبح معينة. طيب خلاص ما تصبح. اذا يرسل هذه الزكاة الى من يخرجها هناك، يرسل له حتى من الان، لكن ينبه هذا الوكيل انه ما يخرج الزكاة الا في الوقت. انتهينا هذه المسألة. المسألة الثانية مثال الآن جمعية المسجد تجمع زكاة الفطر، فهي الآن تقوم مقام، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تقوم مقام الفقير، فهي كل وقتين عن هذا الفقير تعطيه إياهم يخرجوها على الوقت، هم مؤتمنين عنها، لكن لا تعطي جمعية، جمعية تثق منها. مفهوم؟ إذا أردت أن تعطي جمعية تتأكد أن الجمعية تخرج الزكاة بوقتها. وإذا أردت أن ترسل الإنسان تنبه هذا الوكيل في أن يخرج الزكاة في وقت لا قبل الوقت، ولهذا درسنا الآن الوقت، لأنك لو أخرجت الزكاة قبل الوقت كما لو صليت قبل الوقت لا تقبل، لا بد من إعادة زكاة أخرى مكان هذه الزكاة. نعم. لا نفس الموضوع يأتيك الآن السؤال يأتيك يا أخي احفظ سؤالك. نعم. عيادة الطبيب الأسنان حقنة البنج وحفرس الضرس وخلع الضرس هذا كله لا يفطر، لأنه لا طعام ولا شراب ولا غيره، لكن يعني تعب وألم شديد هل له أن يفطر؟ نعم مريض مفهوم. فأحيانا أن يصنع هذه الأمور ولا يتعب، وأحيانا يصنع هذه الأمور ويتعب له أن يفطر في رمضان. مفهوم؟ الله يعافيك وإياك. أن وجع الضرس مشكلة. قال رجل لآخر
لا وجع إلا وجع العين. في القديم لم يكن هناك يعني تطور في الطب، فكان وجع العين وجع خطير يعتبر. قال هذا الثاني قال لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين. نعم هم بالليل وهم بالنهار. فقال له الثاني لا والله لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس. ما بدي أقول ما هذا تفكر الأول والثاني ثاني. نعم السلام عليكم. الله يمسك بالخير. آمين. مرض السكر في درجة واحد في درجة اثنين. درجة واحد بياخذ ويبر، درجة اثنين بياخذ حبوب. نعم. ليش بيجوز على مريض السكر اللي كان مريض السكر يرجع للطبيب؟ قرر عليه الطبيب أن يأخذ إبرة أنسولين من دون أن يتناول طعام، وقال لا إشكال إذا أخذت إبرة أنسولين تكون معافى بإذن الله ولا تحتاج إلى طعام وتستطيع الصيام يصوم. قال له الطبيب تأخذ إبرة أنسولين لكن لا بد أن تأكل حتى يتعادل السكر، وقال ما تستطيع عليها لو صام فهو آثم. مفهوم؟ فالرجوع في هذا إلى الطبيب. طبيب مسلم لو أي طبيب؟ طبيب تفضل تأتيك السؤال كم؟ ما قلنا حكينا في درجة واحد اللي بياخدوا أنسولين وفي درجة اثنين اللي بياخدوا حبوب. والله أنا ما أعرف. قلنا نرجع للطبيب مسلم أو كافر يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن الطبيب الآن الكافر يقول الشيخ بن عثيمين يعني في الغالب أنه مقتنع على مهنته ويخاف على مهنة على السمعة مو من أجل أنت مسلم وكذا. فالمريض مرض السكر نرجع إلى الطبيب يقال يصوم يصوم يفطر يفطر ولا بقى. إذا حقروا عليه فقط الإبرة لا يفطر بالإبرة. طيب ولا أخذها؟ طب في حال إنه ما صمش إيش بيجوز عليه المسلم؟ خلاص إذا ما يصوم ما صمش طيب إيش لازم يسوي؟ هذا السؤال الأخير؟ لا كنت واحد بصدق يلا إذا لم يصوم لمرض السكر وهذا المرض لا يجبه، وأخبر الطبيب إنه لا بد دائما يتناول الدواء، فهذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، إما يطعم في كل يوم من أيام رمضان أو يؤخر إلى نهاية الشهر ويطعم 30 أو 29 مسكين بحسب الشهر. مفهوم؟ أوكي. الحمد لله. سؤال آخر سؤال. نعم. ليش جيد آخر سؤال. نعم. كلمة. ليش مكروه يوم الجمعة والسبت الصيام؟ لماذا؟ يكره إفراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرد يوم الجمعة. وقال في السبت لا تصوم السبت إلا بما افترض عليه. لكن بعض الناس لديه إجازة في يوم الجمعة، إجازة في يوم الجمعة، ويقول أنا ما أستطيع الصيام إلا في هذا اليوم، أنا أصوم لا من أجل الجمعة لكن من أجل الإجازة. هذا الأخ في ليلة الجمعة لم يأتي هنا وقام يصلي، هل تقصد إحياء ليلة الجمعة؟ لا. يصح؟ يصح. جاء يوم عرفة في يوم سبت، هل الصيام هنا يوم السبت من أجل يوم سبت أنه يوم سبت أو من أجل عرفة؟ من أجل عرفة يصوم. انتهينا. نعم. أنا كنت أسأل السؤال، أنا مريض سكر. أسأل الله يعافيك يا رب وعافي كل مسلم. باخذ دواء. نعم. صار لي تقريبا 6 سنين. طيب. باخذ حبوب. نعم. كل فترة برمضان يقولوا لي لازم قبل رمضان يقولوا لي لازم تأكل على وقعات معينة. نعم. تأخذ حبوب بانتظام. طيب. فأنا صار لي كم من سنة ما برضه أخذ رمضان، باخذه قبل الفطور وبعد على السحور. نعم. فهنا بين السحور والفطور صفت عندنا كم من سنة أكثر شيء 5 ساعات. إيه. فهنا اختلف عندي النظام. أنا لازم أخذ حبة يعني أقل شيء من 8 إلى 10 ساعات بينهم. نعم. فصار كل سنة بصوم. أنا بعيد ساعة. ها؟ بعيد ترى كل سنة وبختلف عندي الرجلاج تبع المستوى وبرد كمان مرة لكن رمضان بعد رمضان بتخرب عندي كل. إذا شوف يا أخي سواء مريض سكر أو مريض ضغط دم أو أنيميا أو أي مرض ترجع للأطباء. قال أنك يعني هذا الأمر يؤدي إلى ضرر لا تصوم.
استطعت مثلا اسمعنا الآن يعني مثلا رمضان في هذه السنة في الصيف 20 ساعة ما تستطيع السير، والأطباء قرروا أنك ما تستطيع السيارة الآن من 20 ساعة، لكن تستطيع أنك تؤخر إلى الشتاء، شتاء 4 ساعات 5 ساعات أحيانا، صحيح؟ وتقول أنا أستطيع، لكن هنا الآن الصيام يضرني ولكن أستطيع أن أصوم، تؤجل وهذا غنيمة باردة لك. هذا الجواب أخذته السنة اللي فاتت من الشيخ كمال اتصال في السعودية، وأخذت الجواب نفسه من الشيخ قال الحمد لله تصوم بالأيام القصيرة. إذا الحمد لله بس طالما تستطيع القراءة تقضي، ما تستطيع القراءة تطعم. فهمت؟ يعني يا إما بقضي يا إما بطعم. لا، إذا تستطيع على القراءة في حتى لو في الشتاء تقضي، وإذا ما تستطيع القراءة أبدا يعني لا أرغب أن دائما تتناول يعني شيء من لا 4 5 ساعات دكتور مقدور على ما بين الحب والحب. كلام أجل أجل للشتاء. بس هون في نقطة. نعم. إنه هل لازم أصومهم مع بعض 30 يوم ولا متقطعة؟ الأولى أنك تصوم يعني متواصل وتقضي، لكن إن قطعت لا أشكال. لماذا قلنا أنه لابد أن تتابع فيها؟ هل أسهل عليك؟ ولأنه هذا ذمتك الآن مرتبطة بماذا؟ بالصيام. مفهوم؟ مفهوم. يعني مثلا صمت 10 أيام ثم تقول يعني حصل لي تعب وكذا أرتاح يوم أو يومين ثم أصوم، لا أشكال. المهم ذمتك مشتغلة بها.